بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشوف مع بعض برنامج اسمه Alien Tools. البرنامج دوت بيشتغل من جوه الريفت بحيث ان هو يشوف لي الإنارة اللي انا محتاجها في برنامج الريفت. فمثلا عندي مساحة زي ديت، هقول له مثلا انا عايز اشوف الـ View Result، هو هنا بتشوف الإنارة هتبقى قوية فين وهتبقى ضعيفة فين، هل انا محتاج ازود كشاف، ممكن اقلل الكشاف زي ما انا عايز. اقول له هنا انا عايز اخش على اليومينر مانجر، بيبدأ اشوف الفاميلي، كل فاميلي هل هي الملف الاي اس متحمل معاها ولا لا. لو مش متحمل هبدأ احمله. في بعض الفاميلي متحمل معاه الاي اس، وفي زي ما شايفين في 2 فاميلي مفهومش الاي اس بتاعهم. بسيطة، لو مفيش ملف الاي اس اجي هنا اقول له اوبن وافتح، اختار ملف الاي اس المناسب للفاميلي ديت. لو مش موجود هاجي هنا واقول له حمله من على النت وحمل الملف الاي اس. هعمل دراج اند دروب، هسحب واحطه في الفاميلي. بس كده انا حملت الملف الاي اس ده، ملف عن سيدين الاناره اللي هتبقى موجوده وشدتها واللمب جاونت واليومن واتصل لايت الاستراكتور. اقول له اوكي. بعد كده هظبط الماتيريال مابينج، ابدا ادخل الريفليكشن هتبقى قد ايه، الكلر، كل الإعدادات اللي أنا محتاجها أقدر أدخلها هنا الخاصة بالماتريال ماب. هنا مثلا الريفليكشن 0.8 ممكن أغيره زي ما أنا عايز. أقول له أوكي. أجي هنا أزود، أقول له أد بوينت. خلينا نختار مثلا غرفة زي ديت، أقول له هنا بوينت روم ورك بلان. هبدأ أشوف بقى السبيس قد إيه سواء كولوم أو رو. الارتفاع ورك بلان هاي هنختار قد إيه. كالكوليشن بوينت السبيس برضو ككولوم ورو. اوكي. اختار هنا بقى سنجل روم عشان ابدا اعمل الحساب بتاعتي. فبيبدأ يعمل الحسابات بالشكل دوت. أقدر أعمل أوربت بحيث أبدأ أتفرج على المبنى، شوف الإنارة تبقى ضعيفة فين، قريبة فين. أقدر أعمل أوبس رو، أمشي جوه الغرفة. أبدأ أشوف عامل النار إزاي، شلت النقط فصل الماكسيموم. هنشوف دلوقتي الري تريس هيبقى عامل إزاي، ناخد صورة كده يعني هتاخد ثواني إن شاء الله. بتعمل رندر حسب سرعة الجهاز عندك.
تعالى نخش في الديسبلاي اوبشن، هقول له هنا انا مثلا عايز دايركت اونلي، تبدأ تتفرج على الإنارة لايتنج. تبدأ تغير في الإعدادات لو أنت عايز، تختار سايت أور مار سايت، أجي هنا أقول له فيو ريندرينج، ريندر مانج، هبدأ أتفرج على الإعدادات اللي قبل كده. ممكن في وقت أقول له View Result وأبدأ أشوف النقط، أنا حتة اللي النار فيها عالية وأنا حتة اللي النار فيها ضعيفة. ممكن أقول له Analyze Display Style، أبدأ أختار الستايل اللي أنا هشتغل ليه، أظبط الإعداد بتاعته لو أنا عايز أعدل فيه. خلينا نختار الروم. الإعدادات دي بتتضاف أول ما بتطب البرنامج اليوم تولز. وهو بيبدأ يعمل لي الإسكادولات، دلوقتي احنا هنشوف ال view result. أعتقد البرنامج هيبقى مناسب جدا وكويس لأي مهندس شغال في اللايتنج في الريبت.